مثل ما وعدتكم بالفيديو اللي قبل انه انا رح الون الكلب الوان على اختياركم، فانتو حطيتوا لي الوان كتير كتير حلوه وكتيره بالتعليقات، بس اكثر ثلاث الوان اجوني اللي هنن الازرق والاحمر والاسود، فرحت على المحل واشتريت البخاخات. هلا اللون الاحمر ما لقيته، في بديل عنه زهري، رح اخذ ازرق وزهري، كمان رح اخذ اسود. رح اخذ من كل وحده اثنتين او ثلاثه، بكي ما كفى ما بعرف. مع انه رح يصير الوان رح اخذ له هاي. اجينا على محل ببيعوا اشياء للكلاب. هلا حابه اخذ له هاي، كثير حبيتها، موديلها كثير حلو، ف رح اخذها. كثير حلوين. هلا باينر ما عنده لعبة، هاي حبيتها كثير مشان التدريب وبيلعب فيها. يلا باينر، يلا باينر، برافو، عوي عوي، يلا يلا. رح نبلش باللون الزهري. اها، طبعا انا كثير خفت بعد ما هرب، فتدخل سريع من جيبانه. رح اخذ ذنبه بس هلا اجرب شلون رح يطلع. صبغنا الذنب بس، شوفوا كيف صار باينر. واو، عن جد اللون كتير طالع حلو. الشكل النهائي هطلع شكله يا جماعة. على فكرة هو صبي مش بنت، بس خليتوني اصبغه باللون الزهري وجبت له هاي كيوت. يلا 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 باينر. يلا تعال هون باينر، باينر يلا، برافو. لهون بيكون انتهى الفيديو أصدقائي، إن شاء الله يكون عجبكم اللون. صراحة ما كفى اللون ومو باين لونه مزبوط، لأنه بالأخير هذا بخاخ. هلا بعد شوي رح أحممه ورح بيروح، وإذا بتحبوا ألوان تانية اقترحوه علي تحت بالتعليقات لأرجع لونه مرة تانية. أنا كتير بحبكم، سلام.